نعطي واحد الكيش بالخضر، الخضر اللي الوليدات ما كيبغيوش ياكلوهم وكيصعب علينا باننا نقنعوهم نعطيوها لهم. غادي نحتاجوا في المقادير عجين مرمل واللي معروف واللي كندير منه لاباط، هو لاباط بغيزي اللي كندير منه الكيش. وفي الحشوه ديالو غادي نحتاجوا حبه نتاع اللفت، حبه نتاع خيزو، بطاطا متوسطه ديال الحجم، حبه ديال القرعه خضراء، جوج معالق كبار نتاع الزبده، معلقه شويه ديال الملحه والابزار، اربعه ديال البيضات، ثلاثه ديال المعالق كبيره نتاع القشده الطريه، وثلاثه ديال المعالق كبيره ايضا نتاع الحليب، وجوج معالق كبار نتاع قزبر ومعدنوس. الحشوه ديال الكيش سواء بغيناهم نديرو فرديين ولا كبار على حسب شنو بغينا، غادي نحتاجو حبه نتاع اللفت، حبه ديال خيزو، حبه ديال بطاطا متوسطه الحجم، حبه ديال القرعه الخضراء، جوج معالق كبار نتاع الزبده، ملح وابزار، اربعه ديال البيضات، ثلاثه ديال المعالق كبار نتاع القشده الطريه، وثلاثه ديال المعالق كبار نتاع الحليب، جوج معالق كبار نتاع قزبر ومعدنوس. غادي نقشرو اللفت وخيزو بطاطا والقرعه ونغسلوهم ونحكوهم في الحكاكه اللي جهه اللي عندها ثقيبات كبار. نديرو كل هاد الخضر المحكوكه في واحد المقله فوق نار هادئه مع الزبده والملح والابزار، ونحركوهم بواحد معلقه خشبيه لمده تقريبا 15 دقيقه، ونديروهم فوق داك العجين اللي يكونوا ديجا وجدناه. في واحد الزلافه غادي نضربوا البيض مع القشده الطريه والحليب وايضا شويه ديال الملحه والابزار والقزبر والمعدنوس، نخلطوهم مزيان ونديروهم فوق من داك الخليط وندخلوهم يطيبوا في الفران. وفاش يخرج بغينا نديرو شي شويه ديال الفرماج حتى هو كيجي رائع، لما كانش ماشي مشكل وناخذ فرماج اختياري هو كيعطي واحد اللذه رائعه، ونقدمه بالصحه والراحه للوليدات هما كيعجبهم، لان كنعانيو معاهم ما كيبغوش ياكلوا الخضره بهذه الطريقه.